الحديث معك، لأنه كمان مهم جدا إنه الرب مش بس بجدد الحياة والكيان وبغير طبيعة الإنسان، بغير روح الإنسان، لكن يعني دائما نستخدم هاي العبارة إنه بيجعل نقطة الضعف في حياة الإنسان إلى مصدر قوة حتى يعطيه الإمكانية إنه يعيش نعم حياة اللي هي بتمجد الله. أنا مثلا بفتكر مثل جميل جدا في الكتاب المقدس، الذين حررهم المسيح السامرية، نعم، حررها من الزنا والعلاقات النجسة مع الرجال، لكننا نقرأ عنها بعد ذلك لم تعود للخطية، لكنها أخذت قوة وطبيعة إلهية لكي تصبح مبشرة بالرب يسوع المسيح. شاول الطرسوسي هذا الإرهابي الذي ذكر الكتاب في سفر الأعمال، لا نقرأ عنه أنه يعود للإرهاب مرة أخرى لما تقابل مع المسيح، لكن عاش الحرية الحقيقية وقال هذه العبارة الجميلة: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. طبعا طب شو اللي بيضمن يعني هذا الموضوع أنه إذا إنسان تحرر يظل عايش في الحرية؟ الذي يضمن هو ذات الشخص الذي أعطاه الحرية. فالمسيح يعطي الحرية ويعطي الطبيعة الإلهية ويعطي ضمانا. واكتفي بآية واحدة قالها الرب يسوع المسيح له كل المجد: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي، هم في يد أبي، أنا والآب واحد. المسيح لا يعطي، لا يحرر فقط، والمسيح يعطي حياة أبدية جديدة وطبيعة إلهية، لكنه يضمن. شو مفهومك للآية اللي في سفر أو رسالة يهوذا: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين؟ آية في منتهى الروعة، رسالة يهوذا بتكلم عن الارتداد والبعد عن ربنا في الأيام الأخيرة، رسالة كلها تتكلم عن كده. وبعدين حب الرسول يهوذا يطمن المؤمنين في آخر الآية، قال لهم ما تخافوش، ياللي عرفتم المسيح وياللي أخذتم طبيعة المسيح هو القادر أن يحفظكم غير عاثرين، يعني لكي لا تسقطوا من هذه الحرية، لكن يحفظكم لحد إمتى؟ إلى أن تقفوا أمام مجده في السماء بلا عيب، أي تصلوا إلى السماء كاملين. وعشان كده بهني كل واحد اتعرف على المسيح، ونادي على كل واحد لسه معرفش المسيح وفاكر نفسه حر: تعالى اعرف المسيح تعيش حرا، ويحفظك المسيح إلى يوم مجيئه.